انت كنت مدرب عام مع خالد جلال في البنك الاهلي، جالك تمام. النجم السعودي، تجربة يعني قد تكون في صالحك في البداية، يعني قد تكون لا. انت شفت المشهد ازاي؟ قريته ازاي؟ وفكرت او كنت بتفكر في ايه ساعتها لما جالك النجم السعودي كمدير فني؟ بص يا كابتن، بصراحة أنا يعني بقالي فترة طويلة شغال في مجال التدريب، وكنت مستني الفرصة دي تجي لي. هي ممكن تكون اتأخرت شوية. على فكرة يا جماعة، معلش بدون مقاطعة كلامك يا أمير، أمير عبد العزيز من المدرب، مش المدربين، هو اللي عمل 2003 أمير عبد العزيز، يعني اللي جاب اللعيبة دي ووقف اللعيبة دي على الرجل وخلى في فرقة اسمها 2003 في نادي الزمالك أمير عبد العزيز، وبعدين كان سامح إسماعيل، باين سامح اسماعيل، سامح سامح إسماعيل، اسماعيل الاول وبعدين طبعا. كان سامح إسماعيل الأول وانا كنت معاه وأنت في معاه، وبعدين 2001. جيت بعد كده. فمن ضمن الناس اللي طلعوا لعيبه كتيره جدا في 2003، وكان صاحب فكره استكمال مسيره 2003. اتفضل يا كابتن. لما جالي العرض، كنت سعيد جدا طبعا ان في نادي بيفكر فيك، او شايف ان انت تستاهل ان انت او تستحق ان انت تبقى موجود على راس جهاز خارج مصر. لان انا استنيتها في مصر واتاخرت عليا، يعني استنيت ان انا ممكن مع التجارب اللي انا خضتها مع الزمالك ومع البنك الاهلي ومع حضرتك وبره مصر وجوه مصر في المقصه، والكابتن احمد عبد الحليم وطارق مصطفى، فكنت مستني ان انا لازم يجي لي الفرصه، وكنت مستنيها جوه مصر. بس انا لما لقيتها ما جاتش جوه مصر وجات لي بره مصر، فقلت ايه المانع ان انا اشوف نفسي في بوزيشن جديد او في مكان جديد اقدر من خلاله اشوف قدراتي، هل انا هستاهل ان انا اكون مدير فني؟ طب ما انت كنت مدير فني في 2003 قبل ما تمشي يا ما عم. بص يا كابتن طارق، حتى ولو على مستوى ناشئين، بس خلي برضه بالك خدت التجربة يعني. على مستوى الشباب غير على مستوى الفريق الاول. مستوى الفريق الاول انت بتقابل مواقف كتير جدا صعبة، وحضرتك يعني كنت مدير فني وعارف، انت بتبقى مسيطر على كل حاجة، يعني كل حاجة في النادي بتدور بتبقى من خلالك انت. فكونك ان انت تقدر تختار القرارات السليمة، او تحط اللعيبه المناسبين، او تختار اللعيبه المناسبه للمكان، او تتعامل مع الاداره، او تتعامل مع الجهاز الفني اللي موجود اذا كان طبي او اداري، كل الحاجات دي خلي بالك برضو صعبه جدا ان انت تبقى انت وانت مدرب عام ما كنتش حاسسها قوي. لا، وانا مدرب عام في حاجات كتير قوي المدير الفني شايلها عني. ايوه، يبقى دايما المدير الفني هو اللي في الوش. امير عبد العزيز مع اي مدير فني بيبقى الرجل التاني. بقوم بكل واجباتي بكل امانه وبكل صدق وبكل اخلاص، ان انا انجح الراجل اللي موجود معايا دوت، وبعمل كل مجهود وببذل كل مجهود ان انا انجح المدير الفني. لكن في الاول وفي الاخر كل الصدمات وكل المواجهات ما بتبقاش مع امير. امير دايما ممكن يلم، امير دايما هو اللي بياخد الحاجات بقى اللي هي اللي ايه التاتشات اللي بتبقى في ظهر المدير الفني مع اللعيبه، اذا كان سواء مثلا بيلم مثلا مع لعيبه مثلا بتبقى زعلانه، مثلا لعيب زعلان ما ما لعبش، بتلعبش، لعيب مش مثلا عارف ايه، خرج، نفسيا لعيب تعبان. شايف نفسه ما بيخشش وبتاع، فانت بتبقى واخد الحاجات ديت. لكن المدير الفني هو الله يكون في عونه، هو اللي بيبقى في الواجهه، والنتائج كلها بتبقى عليه هو. النجاحات بتبقى ليه هو، والاخفاقات برضه بتبقى ليه هو، الجهاز الفني بيبقى متداري فيه. شفت شوية. تجربه النجمه دي ناجحه ولا واضافت لك كتير، ولا يعني قلت تجربه وعدت وخلاص؟ في الاول انا عايز طبعا اشكر المستشار مرتضى منصور ومستر امير على ان هم منحوني الفرصه ان انا اكون مدرب عام نادي الزمالك، لان دي ما بتجيش كتير، وانا ما كانش في مخيلتي ان انا ممكن في يوم من الايام، انا بجتهد وبشتغل، لكن ما كانش في مخيلتي ان انا ممكن امسك مدرب عام نادي الزمالك. لكن لما هم اختاروني اكيد كان عندهم ثقه فيا، وكانوا شايفين الشغل بتاعي، ف ادوني الفرصه. فرقتك في السعوديه كان معاك حماده نصر، مش كده؟ كان معايا الكابتن حماده نصر، ومعايا الكابتن سامي عبد الحليم، و ملك الفطير الكابتن كان سامي معايا الكابتن محمد حسين مدرب حراس، والدكتور عصام رؤوف كان دكتور علاج طبيعي، ومعايا محمد رمضان ده كان كل دول مدرب. مصريين كلهم مصريين والله، كنت واخد الاستاف كله مصري. كنت واخد حماده وسامي وانا رحت عليهم، فلما كلموني مجلس اداره النجمه ما رضيتش امشي حد من الناس اللي موجوده، قلت استفيد بيهم، هم عارفين الفرقه وموجودين قبليه، فايه يسهلوا عليا يعني الشغل يعني. صحيح.
التجربه بتاعت نادي النجمه دي يا كابتن طارق انا بعتبرها من التجارب بالنسبه لي انها ناجحه جدا. انتوا لابسين اخضر ولا احنا لابسين اخضر. ايه ده لعيب كويس قوي ده ريان، ده ريان عماد ده لعيب كويس جدا، وكان عامل لي بصراحه اضافه كويسه جدا. ده انا فكرت هجيبها جول. لا هو هو فاجئنا كلنا بصراحه. عملها حلو قوي. يعني فاجئنا كلنا بصراحه. فعندك مجلس اداره النادي النجمه لما تعاقد معايا واتكلمت معاهم كان الفريق في المركز الخامس. وكانت المجموعه يعني عايزين ينافسوا على الصعود يعني، فلما اتكلم معايا انا كان يعني فات كام ماتش يا كابتن؟ انا رحت كان باقي 3 ماتشات في الدور الاولاني. بس انا رحت على ماتش على طول يعني، كان كان يومين وماتش على طول. انا فاكر. وبعد كده لعبت ماتشين الحمد لله ربنا وفقني وكسبتهم، وبعدين كملت بقى الدور الثاني. الحلو في الموضوع يا كابتن ان انت دخلت على مجموعه جديده، ثقافه لعيبه غير ثقافه اللعيبه المصريين. صحيح. فعايزين معامله خاصه ان انت تقدر تتعامل معاهم وتقدر تعودهم على اسلوب لعبك وتقدر تعودهم على الشكل والتنظيم بتاعك اللي انت هتشتغل بيه. يعني بص دي من الاجوان الحلوه قوي يا ولد، يعني جبنا 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 اجوان حلوه قوي قوي يعني، وبصراحه اللعيبه اتطوروا جدا. وعملوا ده كان فيديو عاملين لك عاملين لي فيديو. فيديو كنا وصلنا الحمد لله ان احنا بقينا اول مجموعه والله. وصلت ان انا بقيت في الصداره. هو النظام هناك اول مجموعه يصفي مع لا هو النظام هناك جميع وكده ولا الاول دايركت من المجموعه. وبعدين الثاني مع الثاني من المجموعه الثانيه بيلعبوا ماتش فيصل فاصل ويطلع 2 من المجموعه دي يعني واحد الاول يلعب مع الاول والثاني مع الثاني. انت وصلت للمرحله دي؟ انا وصلت للمرحله دي وكنت بنافس، بس يعني حصل ليا بعض مواقف كده اصابات لعيبه على بعض تعثرات وماتشات ما استحقش كنت اخسرها. كنا لاعبين كويس جدا 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 لكن التوفيق ما كانش موجود، ففضلنا شويه في المركز الثاني. هما كانوا فين نادي النجم في المملكه؟ احنا في القصيم. قصيم في القصيم. اتفضل يا كابتن. عايز اقول لك ان مجلس الاداره بصراحه يعني انا عايز اشكرهم برضو على الهوا، لان هم يعني بذلوا مجهود كبير جدا جدا مع اللعيبه ومع الجهاز الفني، وكانوا دايما بيدعموا دايما سبورت لينا حتى في المواقف الصعبه، لان احنا خسرنا ماتشين ورا بعض ما كناش متوقع خالص ان احنا نخسرهم، لكن الناس كانوا على قد المسؤوليه يعني، وكانوا بيدعموا على طول اللعيبه ويدعموا الجهاز الفني، وفضلنا في المنافسه كابتن طارق لحد اخر ماتش. ودي ميزه يعني انت من الخامس للمنافسه دي انجاز بالنسبه لك يعني، انت نجحت. فانت لا انت غيرت كمان شكل الفرقه وشكل اداء الفرقه وشكل اللعيبه اللي موجوده معاك، فالناس كلها بصت لفريق النجمه ان من فرقه كانت في المركز الخامس لفرقه تبقى احسن فرقه في المجموعه بشهاده الجماهير وشهاده الناس كلها. فالناس كانت مبسوطه باداء اللعيبه وبالاداء بتاعنا، وكان عندنا افضليه كبيره ان احنا نصعد، لكن التوفيق سبحان الله يعني من عند ربنا ان احنا ما يعني ما صعدناش. لكن انا مبسوط من التجربه، لان انا مريت بمواقف ممكن تكون عدت عليا وانا مدرب عام. فممكن انا ما كنتش اخدت فيها القرار. صح. لكن وانت مدير فني قرار بقرارك، القرار قرارك وانت تتحمل المسؤوليه. وانا كنت دايما اقول للعيبه بتاعتي لما بعد اي هزيمه او اي مكسب انا في ظهركم وانا بدعمكم، انا اللي بتحمل المسؤوليه، انا اللي بختار مين يلعب ومين ما يلعبش، وانا دايما في ظهركم. وما يعني ما تقلقوش خالص، انا عمري ما بحمل اللعيبه، عمري ما بحمل اللعيبه بتاعتي مسؤوليه، انا اللي بشيل المسؤوليه عنك. والحمد لله اللعيبه استجابت جدا جدا جدا. طوروا كابتن طارق لدرجه كبيره قوي، الناس كلها كانت بتكلمني ان فرقه النجمه ازاي ما تصعدش. لحد دلوقتي بيجي لي مكالمات ان فرقه النجمه كانت احسن فرقه في المجموعه. فاحنا ما توقعناش ان الفرقه ما تصعدش.